السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ شاهي كرك. شاهي كرك اصله هندي وانتشر في الدول العربية. هو عبارة عن شاهي يغلى فترة طويلة ويضاف عليه الهيل والزعفران، وفي الأخير بعد ما يغلي فترة طويلة يضاف له الحليب، ويسمى هذا في المطبخ اليمني شاهي العدني. وليش سموه أصلا شاهي كرك؟ كرك في اللغة الهندية معناه كثيف أو مضاعف، بمعنى أن الشاهي يغلي على النار فترة طويلة، فعشان كذا سموه كرك. ترى في بعض المحلات تبيعكم كرك بدون ما يضيفوا عليه الزعفران، لأنه قيمته غالية شوية الزعفران، فاحرصوا أنكم تشترون الكرك في هيل وزعفران. كيف تعرفون؟ في أصفرار الشاهي، إذا كان المشروب أصفر، لونه أصفر كذا جاي على منقاوي، فعرفوا أنه فيه زعفران، وإذا كان جاي لونه مثل لون شاهي حليب، فعرفوا أنه بس مضاف له الشاهي والسكر والحليب. توني انتبه لبورن ريدي. بورن هذه معناها مولود، ومعنى الجملة هذه انه مولود دائما على استعداد، لكن يبغالي اضيف عليها كلمة ويل بورن ريدي، انه انا عريق الاصل كريم المجد دائما على استعداد، وانا على استعداد بالانطلاق الى وجهتنا ان شاء الله، وهي خارج مدينة دبي ب50-60 كيلو تقريبا. فخلونا ننطلق، نبدأ بربط حزام الامان. لا تنسون الحزام يا اخوان في القيادة، توكلنا على الله. الطريق طويل لوجهتنا، تفرجوا على البرومو التشويقية لما أوصل. لا لا، مضخات بنزين. عراوي البيبان على هيئة الطرمبة حقة البنزين. هذا مركز شرطة ذكي، ممكن تقدم بلاغك عن طريق هذا المشين. يا ميراث، كم أنتم صعب الميراث. التلفزيونات الصندوق روعة في التصميم. الله سلم ستر على السائق، جاء بطريقة عمودية، ما جاء على رأس السائق. هذا رأس الشاحن المقلوب، شوفوا كيف روعة المكان. العراوي حقة البيبان من الفؤوس. شوفوا، انت تدخل الحمام اصلا تخاف تدخل، لازم تاخذ معك مرافق، ما دام فيها فؤوس وسكاكين ومطارق. فك الباب، شوفوا الصابون كيف، علبة زيت يا جماعة الخير. لا يا جماعة، احفظوا التبول بدون حوض. الإضاءة الداخلية للحمامات إنارة شوارع. هذا الحمام. جاهزين؟ على وشك وصول. الآن دخلت الحلبة. الله، أجواء السباقات ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف الخطوط، شوفوا كيف التصميم، شوفوا كيف التصميم ما شاء الله، تصميم رائع. الفود تراكس شوفوا كيف ما شاء الله منظمينها، وطلبات سيارة حتى. وميزة المنطقة هذه أنه المطاعم العالمية داعمة هذا المشروع، ماخذة أماكن وعاملتها بطريقة الفود تراكس والمطاعم الجائلة. منطقة الفود تراكس هنا روعة، شوفوا ما شاء الله كيف التنظيم، في هارديز ماخذين من عندهم، ماكدونالدز، طبعا كثير من الشركات العالمية. حسس لا أدوخكم بالشرح أكثر، شوفوا كيف ما شاء الله. وبعدين وشو، ما يخلونكم تعانون في عملية الشراء، عاملين لكم أكثر من خيار. ممكن توقف السيارة هنا وتنزل تشتري من الفود تراكس،
وعاملين هنا مناطق جلوس. الحين باخذ لكم جولة، او ممكن تطلب من تراكس نفسه عن طريق السيارة. شوفوا كيف التصميم الرائع، عملية التشجير، حاطينها على عربات بيع. هنا منظمين حقيقة الملاك عربات البيع الجائل، منظمين لهم المكان. لوحات إرشادية عند دورات المياه، وهذه أحد دعايات المطاعم المتوفرة في المكان. الله، يديكور روعة. هذه محلات بيع العصائر متوفرة. شوف، عاملين ديكورات روعة، وركشوب، ورش ديكور. ترى المكان أعتقد مستحيل هذا يكون مخصص للسيارات، إلا عادي إذا كان فعلا. طلع ديكور أحد المطاعم. This is a restaurant. This is restaurant. What's this? Huh? Oh, this is a sitting area. Oh, nice, 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 nice. هذه مناطق يا جماعة استراحة. شوفوا كيف. الله. طلع. هنا تشترون أي شيء من برا. أكل وشرب وقهوة وشاهي، وتجون تقعدون هنا. هذه مناطق استراحة. شوفوا عاملين نظام الورش. شوفوا كيف في الديكوريشن. الله، شوف الزبائن كيف. الكراسي على هيئة الدراجة، يعني ممكن تقعد تاكل وتتمرن، تحط رجولك وتمرن رجيلاتك بهالمنطقة. شوفوا كيف الروعة. الله، يا الله، دورات المياه يا جماعة الخير، الحمامات، واو. لا لا، مضخات بنزين، كيف يشتغل؟ مراية سيارة. شوف كيف تشتغل. خزان الموية على شكل سطل زبالة. هذه علب الفيول، السيارات اللي تتعطل في الطريق يعبون البنزين في هذه الجراكل ويعبون السيارة. لوحات سيارات. ديكوريشن الطاولات، شوفوا كيف كفرات سيارات. كفر سيارة حاطين مقعد. براميل. هذه محطات البنزين ديكوريشن، بس كله تراثي قديم. هذا مدخل الاستراحة، حديقة، حدائق، تشجير، منطقة رائعة، إضاءاتها بالليل خرافية. الواحد إذا ضايق صدره بالإمارات، خصوصا لأهل أبو ظبي أو دبي، وحاب يغير جو، يجي بهذه المنطقة في الليل، إضاءات صفرة خافتة، أكيد فيه حيكون
شوفوا كيف الفود تراك انواعها واشكالها وترتيبها وتنظيمها والستايل حقها. الطرق بين الفود تراكس ممر خشبي رائع، شوفوا الروعة. تنظيف مستمر على مدار الساعة، طاولات شوفوا كيف الستايل حق الطاولات، خشبي، كفرات سيارة، منطقة رملية للأطفال يلعبون فيها هنا. شوفوا كيف المنطقة الواسعة الشاسعة كيف. شوفوا كيف الزبائن الله يكرمكم كيف. برميل مصنف، عدادات الكهرباء، ديكور، مسوين العاب اطفال بالجنبات، وهذا احد الديكورات، حاطين سياره فلكس واجن قديمه. اراوي البيبان على هيئه مساكه الطرمبة حقة البنزين، شوف كيف جمالها ما شاء الله. هو كيف الأباجورات بس سرقت أحد أذاك مالك إلا مركز الشرطة الذكي. هذا مركز شرطة ذكي، ممكن تقدم بلاغك عن طريق هذا المشين. هذا محطوط زي ما تلاحظون خصيصا لمنطقة اللاست إكزيت، مدعوم بجميع اللغات، اللغة الصينية، الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، كل اللغات متوفرة في تقديم بلاغك للشرطة، مركز الشرطة الذكي. KFC عاملين الزون أو عاملين المنطقة حقت المطاعم هذه على هيئة حلبة سباق سيارات. والله شيء خرافة يا ميراث، هذا المشروع ما شاء الله برضو تنفيذ شركة ميراث. يا ميراث كم أنتم صعب الميراث، مبدعين دائما في مشاريعكم في تصاميمكم، وانعكس هذا الشيء على حب الناس لدبي. برجر ها؟ ولا تبغون هات دوغ؟ وش تبون، برجر ولا هات دوغ؟ اوكي تبغون الميني برجر ها؟ اوكي افتح فمك انت وياه، افتح فمك اعطيك البرجر من المضخة حقة البنزين. ستاربكس الان اول تحول التلفزيونات الصندوق، روعة في التصميم. شوفوا استغلال التوالف في البلد، هذه كلها انتهى زمنها، استخدموها كديكور. شوفوا الفكرة، السقالة حتى السقالة ما رحموها، عملوا لها ديكور إنارة، سقالة بناء المنازل والعماير السكنية يستخدمونها المقاولين، وحطوها كفكرة لإضاءة المكان في الليل. نص بودي سيارة عاملينه حوض زرع، مساعدات الشكمان، ردهة الحمامات الله يكرمكم، والغرف الاستراحة الداخلية والمصلى عاملينه كديكور، شاحنة مقلوبة، المسارات الحديدية للقطار
قدموها كفكرة للديكور في هذا المشروع؟ نبغى ندخل منطقة الاستراحة الحين ونشوف الديكوريشن الداخلي. هذا الديكوريشن الخارجي زي ما قلنا أن شاحنة مقلوبة وهذه كفراتها هنا، كفراتها شلون، وهذا هو الصهريج اللي فوق الشاحنة جاي مع الحادث. الله سلم وستر على السائق، جاء بطريقة عمودية ما جاء على رأس السائق. يا سلام يا سلام يا سلام، إبهار 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 يا ميراس. فحتفضلوا أنتم الشركة الوحيدة اللي في العالم تعمل هالتصاميم هذه. هذا رأس الشاحنة المقلوب، شوفوا كيف روعة المكان. هندخل الحين منطقة الحمامات الله يكرمكم، والمصلى وساحة الطعام، الطاولات، الناس اللي حابة تجلس في التكييف ممكن يجلسون في هذا المكان. أول حاجة عاملين العراوي حقة البيبان من الفؤوس. الحين دخلنا رأس الشاحنة، كيف روعة المكان. برضو هنا الفأس ومنطقة فسيحة، وهنا البراميل الجلوس للشخصين. هذه البكرة حقت الواير الكهرباء، أخذوه كفكرة كطاولة حطوه في هذا المكان. طبعا المقاولين هم اللي يعرفون هذا الشيء. هنا الإضاءات الداخلية في الليل صفرة شكلها خرافي. هنا منطقة دورة المياه، الحمامات الله يكرمكم. شوفوا أنت تدخل الحمام أصلا تخاف تدخل، لازم تاخذ معك مرافق ما دام فيها فؤوس وسكاكين ومطارق. أنا شكلي هونت ماني داخل الحمام. يا الله شوفوا كيف آلات التعذيب زمان. السحل زمان كانوا يسحلون العدو بالطريقة هذه، يحطون أيديه ثنتين ويربطونه ألين ما يصير مجفف. حندخل الحمام الآن. الله 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 الله. والباب آلي ينفتح لك، فك الباب. شوف الصابون، شوف الصابون كيف علبة زيت يا جماعة الخير. طبعا هذه الدعاسات كلها على اساس تدعس على الدواسة البنزين هذه. شوفوا حتى الحاويات واحواض المغاسل، هذا المسن حق ما ادري ايش يسمونه ده. شوفوا كيف روعة المغاسل، علبة زيت الصابون. أرصفة الشوارع خلي لكم إياها كديكور في الحمام. وهنا لو بيغسل المنطقة هذه الممشى حق المشاه، لو بيغسلها حيحطها في هذه البلاعة. لا ساتر الله يكرمكم، هذه أحواض التبول. يا جماعة أحواض التبول بدون حوض، يجي يقنص على المقناص هنا ويطيح في الأرض ويغسل هذا المكان. يجي شوفوا الواحد يجي هنا الله يكرمكم يتبول، بس يحطه في تقل المسدس همين. ها شوفوا الماء كيف تنزل، خلاص شوفوا كيف تصميمها. لا 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 واو، شوفوا إنارات كيف اسطبات السيارات. آخ
شوفوا كيف بيبان السيارات هنا، هذا عبارة عن ساتر تستر الشخص عن الآخر هنا. الواحد جاي يتمول يدخل هذه المنطقة ويضرب هنا الدنيا وتنزل، بعد ما يخلص ينزل شلال موية يغسل المنطقة هذه، ترفع بنطلونك وتتجه للخارج. شوف الحمامات، شوف الحمام كيف مرعب، شوف الحمام يا جماعة الخير. لا هذا الحمام، باي كمام، ديكور إضاءة، علب الزيت. شوفوا كيف كمام الإضاءة، كمام الإضاءة الداخلية للحمامات، إنارة شوارع وإضاءة المغاسل، اسطبات سيارات. بويز اولي، لا يا شيخ، الباب حق الحمام وانتم بالكرامة باب باص، وهذه احد كراسي الباصات، كراسي الانتظار دورة المياه. Don't stay away، حتى باب الحمام باب دورة المياه عاملينه بطريقة ابواب السجون. اللوحات الارشادية عاملينها كخلفية احد الباصات، والشريط الإعلاني اللي دائما يجي خلف الباصات هذا النوع الأول، وهذه واجهة الباص هناك في الجهة المقابلة. What؟ يا جماعة مقدمة تيك توك عاملين حوض زرع. انا عجزت اعرف نوع السيارة هذه صراحة، اللي هناك عرفنا انها كابرس، اللي يعرف نوع السيارة يكتب في التعليقات تحت ونشوف شطارتكم. يلا وش نوع السيارة هذه؟ ممكن تعرفونها بالمثلث حقها. يا جماعة الخير وش نوع السيارة؟ شوفوا مسكات الباب، الباب فيه اللي هو الفتح الاوتوماتيكي. يلا ورونا شطارتكم وقولوا لي وش السيارة هذه، واكتبوا نوعها في التعليقات تحت أسفل الفيديو. هذه هنا أحد السقالات برضو عاملينها ديكور إضاءة للمكان، وهذا الهمر معروف، الهمر معروف برضو عاملينه كأحد حاويات الزرع في المكان. الوحش من جهة أخرى، وشوفوا هنا عاملين لكم حاوية النفايات تنس طاولة، تجي هنا توسع صدرك، أنت وخويك تلعبون تنس وحاطين سبحان الله الشبك حق التنس الطاولة شبك حديد حق البناء والتشبيك. هذا ديكوريشن أحد المطاعم الجانبية، الكدلك يا جماعة الخير. هذا نوع ثاني من انواع السيارات نبغى نكتشف سوا نوعها،
هذا كابرس. كابرس يا جماعة الخير. موديله اعتقد 90ات، 90، 91، 92، اتذكر كان اسمه الصابونة. شفر، طبعا شفر والكابرس. شوفوا علامته اللي ورا. محطات للسيارات الكهربائية متوفرة، توقف سيارتك وتشبك الكهرباء وتخليها تشحن. هذه كلها سيارات كهربائية ومحطات شحن كهرباء للسيارات الكهربائية. والله يا ميراس صراحة انتم اذهلتونا بتصاميمكم وافكاركم. لاحظوا حتى المساحات الخارجية للمشروع ما سلم من الديكور، ما شاء الله تبارك الله، عملوها كفكرة للمواقف الإضافية. يا الله يا الله، شفتوا ما شاء الله تبارك الله كيف استغلوا التوالف، الأجهزة الكهربائية التالفة، الإطارات التالفة، السيارات الخردة. شفتوا كيف الفكر والتفكر في جعل كل ما هو غير مفيد ورسمه للوحة فنية رائعة. شكرا شكرا يا حكومة دبي، شكرا يا بلدية دبي على هذه المشاريع الرائعة. أتحفتونا حقيقة، أبهرتونا. أفكار إبداعية، جعلتوا من الأجهزة الكهربائية الغير نافعة إلى لوحة فنية رائعة، استغليتوها في الإعلان، التصميم، التشجير، النظافة، النظام، الأمن، التكنولوجيا، الإبداع، التنوع، الإبهار. أكبر لايك لكم بحجم الكون. تستاهلون، والله تستاهلون. حتى أنتم يا المتابعين لا تقصرون معهم، لايكات بحجم الكون، اضربوا لايكات، اضربوا لايكات، لايكات. ميراث شركة رائعة جدا في أفكارها وفي مشاريعها الموجودة بدبي وبأبوظبي وغيرها من المدن الإماراتية. مخصصين هذه المنطقة حقيقة كمنطقة تجمع لملاك هذه العربات التنقل أو عربات تنقل الجائل، للتنظيم أولا ولدعم هذا الشباب في ممارسة هوايتهم في البيع. حتى الحكومة داعمة في تصميم المكان وفي التنظيم وفي توزيع الأمن وتوزيع زي ما شفتوا مركز الشرطة الذكي لتقديم البلاغات، سواء تعرضت لأي شيء، سرقة، تعرضت لتحرش، فقد شيء، جوال، فلوس، محفظة، جواز سفر، كل الخدمات الحكومية متوفرة في هذا المكان. هذه الدعم الحكومة الصحيح لهذول الملاك. عتبي حقيقة على باقي الدول في تصريح العربات التراك وجعلها في الأماكن العامة وفي الأحياء مترامية وغير منظمة بطريقة صحيحة، وتجدونها في المخططات ومسموح لهم في بيع بعض المناطق وغير مسموح لهم في مناطق أخرى. مطعم حقيقة جائل لازم يكون متوفر فيه دورات المياه في المنطقة، المغاسل موفرة، مثلا ألعاب الأطفال. يا ليت والله دول الخليج تقتدي بهذا المشروع الرائع، يجعلون لهم مكان مخصص للتجمع، يساعدونهم في عملية التنظيم، يساعدونهم في عملية استقطاب الزبائن في اللوحات الإعلانية، يجيبون مطاعم عالمية لجذب الناس لهذه المنطقة للشراء والاستمتاع حقيقة بالأجواء الرائعة، بالأكل والشرب، لتغيير الأجواء للأطفال. أول شيء مسألة تنظيمية رائعة، ثاني شيء مساعدة للشباب حقيقة بدل البهذل اللي هم فيها الآن. والله يا جماعة الخير أغلب ملاك العربات البيع الجائلة، خلونا نقول 3/4 حقيقة يتركون هذا النشاط بعد 6 شهور عمل، وفي ناس أقل. ليه؟ ما يلقون زبائن، تنظيم ما في، ما في أي تسهيلات في توفير أماكن مخصصة قريبة للجذب السياحي. أماكنهم دائما بعيدة عن المناطق اللي فيها جذب للناس. أتمنى الاقتداء لهذا المشروع، والله ما عندنا مشكلة، اجعلوه برا المدن لكن ضبطوه بطريقة محترفة، وتلقون كيف الملاك اللي يملكون العربات كيف يتحسن وضعهم المادي، يتحسن وضعهم النفسي، يبعدون عن الضغوطات النفسية في عملية بيع المواد اللي عندهم، عملية التسويق، كيف يقدرون يسددون إيجار المكان والتصاريح اللازمة. ساعدوا عيالكم، ساعدوا عيالكم يا جماعة الخير.
احنا محتاجين لهذه المشاريع في دولنا. كثر الله خيركم، ما قصرتوا، سويتوا انتم كثير، لكن باقي القليل، وتكتمل ان شاء الله الصورة، يكتمل التنظيم بشكل افضل. ساعدوا عيالكم يا جماعة الخير، ساعدوا عيالكم، عيالكم في حاجة لكم، وحنا في حاجة لهذه المشاريع الترفيهية في بلادنا. الله يعطيكم العافية، رفقا بأصحاب العربات البيع الجائل. إن شاء الله بإذن الله نشوف الوضع من أحسن لأحسن.